أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء الليلة أجواء باردة مع رياح شمالية غربية إلى متغلبة الاتجاه، سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وتظهر أيضا بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق. متوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء معتدلة مع رياح شمالية غربية سرعتها 13 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة 20 درجة مئوية لكن المحسوسة ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 33%، والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة الماضية تبين لنا عبور كمية من السحب على دولة الكويت وكذلك على أغلب المناطق في شبه الجزيرة العربية. حاليا نقع تحت تأثير امتداد مرتفع جوي قادم من شمال غرب شبه الجزيرة العربية، مستمر معنا اليوم وباكر، لكن ابتداء من يوم الأربعاء راح يتراجع تأثير امتداد المرتفع الجوي ويبدأ يدخل علينا منخفض جوي مع جبهة راح تكون دافية نوعا ما تأثر في ارتفاع نسبي وملحوظ في درجات الحرارة، وأيضا راح يرجع معنا الهواء الكوس وفرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة ابتداء من يوم الأربعاء وخلال عطلة نهاية الأسبوع. الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة باردة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة حول المعدل في مدينة الكويت ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية، على الساحل ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، وحول هذه المعدلات على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد تستمر معنا رياح شمالية غربية خفيفة السرعة، أجواء تميل إلى أن تكون باردة في ساعات الصباح الأولى، درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 10 درجات إلى 14 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية، لكن الإحساس البرودة راح يكون أكثر ما بين 10 درجات إلى 9 درجات مئوية. منتصف يوم الغد أجواء راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا، نلاحظ أيضا استمرار في الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من حين إلى آخر خفيفة السرعة، سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الغد تروح ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية، راح تبدأ تتراجع تدريجيا مع نهاية منتصف يوم الغد تقريبا على الساعة الثالثة عصرا راح تكون ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. تستمر الأجواء غائمة جزئيا حتى مساء يوم الغد، والرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة حول المعدل ما بين 15 إلى 19 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف لمعتدل الموج، يصل ارتفاع الموج نهارا ما بين 1 إلى 3 قدم، أما مساء يتراجع إلى 1 ما بين 1 إلى 2 قدم، وهذه الفترة من فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماء قوية. المد الأول باكر راح يكون الساعة 2:08 دقائق بعد منتصف هذه الليلة، المد الثاني الساعة 2:57 دقيقة مساء، الجزر الأول الساعة 8:55 دقيقة الصبح، أما الجزر الثاني الساعة 9:08 دقائق مساء. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر راح يكون الساعة 5:04 دقائق، شروق الشمس الساعة 6:23، أما موعد أذان المغرب الساعة 5:41 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة باكر راح تكون أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مع استمرار رياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه من حين إلى آخر، تصل سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة، العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية، أما الصغرى تصل إلى 12 درجة مئوية. يقلب من يوم الأربعاء مد دخول المنخفض الجوي يقلب معنا الهواء إلى جنوبي شرقي، تصل سرعتها في يوم الأربعاء إلى 38 كيلومتر في الساعة، أجواء غائمة جزئيا وفرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق، العظمى المتوقعة 23، أما الصغرى 13 درجة مئوية. تستمر الأجواء غائمة جزئيا حتى يوم الخميس، وأيضا هناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة فرص أيضا لتكون بعض الضباب خاصة في الفترة المسائية على بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية، راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة. العظمى المتوقعة يوم الخميس 26 درجة مئوية، أما الصغرى 15 درجة مئوية. يستمر معنا الهواء الكوس في يوم الجمعة والسبت، لكن تصل سرعتها في يوم الجمعة إلى 40 كيلومتر في الساعة، أجواء أيضا راح تستمر غائمة جزئيا وفرص لبعض الأمطار اللي قد تكون رعدية أحيانا، العظمى المتوقعة 25، أما الصغرى 14 درجة مئوية. أيضا راح تستمر فرص الأمطار من حين إلى آخر حتى يوم السبت مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية من حين إلى آخر، وأيضا العظمى المتوقعة 24 والصغرى 13 درجة
مئوية. أعزائي المشاهدين، هذا كل ما لدينا في النشرة الجوية، ولمزيد من التفاصيل حول الطقس تقدرون تنزلون تطبيق كويت مت التابع لإدارة الأرصاد الجوية أو من خلال حساب وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي. الآن نعود إلى الاستديو والزملاء باسم الشمار وبندر السعيدي، لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.